وردة حمراء وبعض من الشوكولاتة وبالونات متطايرة في الهواء، هكذا يروق للبعض الإفصاح عن مشاعر الود حتى وإن لم تكن حقيقية في بعض الأحيان. إنه عيد الحب، ظاهرة دخلت طوعا لأجندة مناسباتنا وأحدثت فيها انسلاخا ضرب مقومات تكوين مجتمع انصهر في مغريات المد الغربي. هي الأخت الأم عيد الحب، انا بمناسبه شغل كيما انا بيرسونال نقدمها، نحب يما ونحب خاوتي ونحب دارنا ونحب حبابي كل يوم، ماشي شرط لازم يكون عيد الحب ولا، خاطر هذه بدعه ماشي، وحنا مسلمين ماشي تاعنا تاعهم، حنا نقلدوا، حنا واش نشوفوا اللي كنعاودوه هنا في الجزائر، هذا ما كان شغل فيه ويدعى فوتوكوبي وتسال به. في حياتي ما احتفلتش بعيد الحب، هذا عندي 52 سنة جامي احتفلت بهذا العيد، هذا ما نصارفش به كاع باسكو ماشي يعني من سمة المسلمين، احنا مسلمين ماشي العيد نتاعنا هذا يعني. مع يما هنا باش ما يقدرش، ماشي سي با ان جو سبيسيفيك اللي راح يحب فيه، دونك با ديمونتري باللي واحد يحب واحد غير في هذاك النهار لحتى يكون في عنده وجود، ليس بالملزوم انه يعملوا له عيد يا اخي، يعملوا له عيد لانه الحب، انا الحب فور اكزومبل الحب ما بين انا وامي انا ماني يعني سي با اوبليغاتوار ندير له عيد حب، ناخذ 14 فيفريي كيوم لعيد الحب لحتى برهلنا لامي هيدا الحب. وكمان نفس الشيء يعني الحب ما بين الاخوه او ما بين الاولياء. هذه الكلمه تحمل من معنى فوق 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 سبع سماوات، يبقى الله هو الحب، والله هو اللي اجمل، وهو كما نقولوا هو اللي مهلنا وموسع علينا، الهمنا بهذا الاحساس الجميل. الإمام علي عيا استنكر فكرة الاحتفال بمثل هذه الأعياد واعتبرها بدعا من الجاهلية ولا يصح للمسلمين التشبه بهم، داعيا الشباب إلى تحري الحق والصواب في عاداتهم وتقاليدهم بأن تكون منضبطة بضوابط الشرع الحكيم لا بالتقليد الأعمى للأمم. في الحقيقة نتأسف هذا التقليد أعمى، لأن مصدره الكنيسة والصليب، ولكن نتأسف أن شبابنا فلذات أكبادنا ذكراً وإناثاً أننا لم نقم بتوعيتهم حتى يبتعدوا عن هذه التقاليد، تقاليد الكفر والعادات السيئة. في يوم 14 فيفري بما يسمى بعيد الحب بوردة حمراء، فهذا فهو آثم